اي منتخب التونسي بيقدم مباراه تدرس امام المنتخب النيجيري ويطيح به من كاس افريقيا ويطيح بافضل منتخب حرفيا في دور المجموعات وبيعمل مباراه كبيره سواء تكتيكيا او فنيا او معنويا او على الروح او فرديا او كل حاجه. منتخب التونسي قدم مباراه على اعلى مستوى وخيب امال كل المظنين في خطر. الناس اللي كانت بتقول ان المنتخب التونسي منتخب وضيع وبيخرج من دور 16 على يد نيجيريا بيقدم مباراه تدرس وبيطيح بالمنتخب النيجيري. يعني اتكلم عن كتير قوي عن منتخب التونسي في حلقه النهارده، بس انا حد وصلت لك انزل اعمل لايك اول مره تشوفني، اعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان حلقات كاس الامم تجي لك اول باول. يلا بينا نخش الحلقه. حطني رقم واحد في القصير. قبل ما نتكلم في اي حاجه وقبل ما نتكلم في تكتيك وقبل ما نتكلم في اي حاجه، مبروك 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 للمنتخب التونسي على الاداء وعلى الروح وعلى الرجوله اللي كانت بتلعب بيها في المباراه وعلى الفوز المستحق جدا 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 والصعود لدور الثمانيه في بطوله الناس كلها ما كانتش مرشحه المنتخب التونسي. قبل البطوله ما كانش في حد مرشح المنتخب التونسي للفوز باللقب، بل كمان ما كانش حد مرشحه للفوز بصداره المجموعه من الاساس، وقد كان وقدم مباريات هزيله جدا وقدم مباريات ما ترتقيش للمستوى المطلوب في دور المجموعات، بيخسر من جامبيا وبيخسر من مالي وبيستعرض العضلات قدام منتخب موريتانيا. وجيت هنا في المكان ده وقلت لك ان منتخب موريتانيا مش مقياس، وقد كان انت بتخسر من جامبيا وبتخسر من مالي وبتقول ان انت بتصعد منتخب كان احسن توالد وبتقابل نيجيريا. الناس كلها قالت لك خلاص المنتخب التونسي طالما قابل نيجيريا بالمستوى اللي شفناه في دور المجموعات والغيابات اللي بتحصل كتير جدا بسبب كورونا، وكمان منذر الكباير بيغيب بسبب كورونا، فخلاص كل الظروف بتقول لك المنتخب التونسي هيودع من دور 16 للاسف على يد المنتخب النيجيري. ولكن اللي احنا بنشوفه في ارض الملعب في مباراه نيجيريا في جروه، لا المنتخب التونسي بيقدم مباراه كبيره جدا 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 على المستوى التكتيكي، بحجم المنتخب النيجيري بيقدم مباراه كبيره بيقفل على مفاتيح اللعب المنتخب النيجيري كما قال الكتاب حرفيا جدا جدا جدا. المنتخب التونسي قدم مباراه كبيره، منذر الكباير قدم مباراه كبيره وهو من البيت ومن الفندق في غرفه العزل قدم مباراه كبيره وبيتيح المنتخب النيجيري من البطوله اللي كان تقريبا المنتخب النيجيري من المرشحين الاوائل هو وكوت ديفوار للفوز باللقب. والنهارده المنتخب التونسي بيتيح بنيجيريا، وهل المنتخب المصري لو يتيح بكوت ديفوار في يوم الاربع ده اللي نعرفه يوم الاربع. تعالى بقى اكلمك تكتيكيا بعد ما حفزت وقلت مبروك للمنتخب التونسي، تعالى نتكلم تكتيكيا وازاي المنتخب التونسي قدر يتفوق على نيجيريا في مباراه النهارده. منتخب التونسي بدأ بال 4 3 3 وبسبب الغيابات الكتيره جدا في الفريق قدم، يعني النهارده كان في غيابات، علي معلول كان غايب، ديلان برون كان غايب، وهاب الغزر كان غايب، امس الليتي كان غايب، غلان الشعلبي في نص الملعب كان غايب، في غيابات بالجمله للمنتخب التونسي في على مستوى التشكيله. ولكن المنتخب التونسي بدأ بتشكيل مميز نوعا ما، بدأ بسعيد بن بشير بن سعيد في حراس المرمى، قدامه منتصر طلبي وبلال عيفة على الشمال، اسامه الحدادي على اليمين، محمد راجل، ثلاثي وسط الميدان الناس سخيري و بن سليمان انيس بن سليمان، والناحيه الثانيه عيسى العيدوني، وقدام بيلعب بثلاثي يوسف المساكني وسيف الدين الجزيري، وبيلعب ناحيه اليمين حمزه رفيعه. المنتخب التونسي اللي انا في اول خمس دقائق انت اتخضيت، انا وانا بفرج على الماتش اتخطفت كده للحظات ان المنتخب النيجيري بادئ بجرأه كبيره بيضغط على المنتخب التونسي عالي، بياخد ضربتين ركنيه في اول خمس دقائق، فبالتالي في شويه قلق على المنتخب التونسي. ولكن بعد دول بعد اول خمس دقائق المنتخب النيجيري تراجع نوعا ما شويه، والمنتخب التونسي قدر يتحكم في المباراه او قدر يمسك الكوره نوعا ما شويه ويشد نفسه ويبدا يلعب بالشكل المطلوب والشكل المناسب. المنتخب التونسي تفوق ازاي النهارده على المنتخب النيجيري؟ تفوق كذا حاجه. اول حاجه الاطراف، كان قوه المنتخب النيجيري واللي عذبت المنتخب المصري في دور المجموعات في اول مباراه هم الاطراف موزيس وتشكويز. الاثنين انت المنتخب النيجيري بيعرف يخلي الاثنين دول يبقوا واحد على واحد بطريقتين اثنين. الطريقه الاولى اللي انت تلعب قدام المنتخب النيجيري ضغط عالي دفاع متاخر، فبالتالي يبقى في مساحات ما بين الخطوط ويبدا المنتخب النيجيري يحرك الاطراف بتاعته بشكل كويس ويخلق موقف واحد على واحد، دي نقطة التفوق عنده. والحاجة التانية اللي انت تلعب بدفاع متأخر جدا على المنتخب النيجيري، وبالتالي يبقى متجر عليك وبالتالي يضغط عليك ضغط عالي برضه ويخلق شكل واحد على واحد في ناحية الأطراف. ولكن منتخب التونسي النهارده كسر كل ده، كسر كل ده ازاي؟ الأطراف بيقابل تشيكويزي وموزيس الاثنين بيقابلهم ما بيخليش موقف واحد على واحد نهائي، لازم واحد على اثنين، الباكين محمد راجل واسامه الحدادي وواحد بيساعده، الناحيه اليمين احيانا كان بيساعد حمزه بن رفيعه بيرجع علشان يساعد مع محمد راجل في الناحيه اليمين، بيرجع كتير جدا حمزه علشان يساعده، ده كان مخلي شكل منتخب التونسي ناحيه اليمين كان مقفول تماما على موزيس
وراحت شمال ناحيه تشيكويزي كان بيرجع نوعا ما يوسف المسكني. لو يوسف المسكني ما كانش بيرجع كان عيسى العيدوني بيرجع عشان يساند سامر الحمدادي عشان يقفل على تشيكويزي ويخلق موقف اثنين على واحد مش واحد على واحد عشان القوه بتاعت المنتخب التونسي المنتخب النيجيري تتقتل. وانت كده قفلت الاطراف، فبالتالي انت قفلت الاطراف في عمق، عمق الملعب بتاع المنتخب النيجيري برده تقيل قوي. ايناتشو وناي اللي جنبيه الاثنين خطار جدا في العمق، فانت برده كنت عايز تقفل العمق. تقفل العمق ازاي؟ سقط الياس سخيري ما بين العيفه وما بين منتصر طلبي، سقطت السخيري بين العيفه وبين الطلبي، خلاص انت قفلت العمق تماما على المنتخب النيجيري. وبقى في نص الملعب كامبل سليمان تسند عليه في الهجمه المرتده والكاونت اتاك للمنتخب النيجيري. المنتخب النيجيري الشوط الاول او طول المباراه مقدم مباراه تكتيكيه على اعلى مستوى، وحتى لو المباراه او الكوره بيبقى في امتلاك المنتخب التونسي بتلاقي الياس سخيري نزل في وسط منتصر الطلبي ولا العيفه والاثنين محمد رجل واسامه الحدادي ابتدوا يفتحوا الملعب ناحيه اليمين عشان خلي يوسف المسكني وحمزه رفيع لقلب الملعب عشان يبتدي يخلقوا المساحه اللي في ظهر، او يبتدي يستغلوا المساحه اللي في ظهر نص الملعب اللي في ظهر انديدي وفي ظهر اريبو. وفعلا في كذا كوره كنا بنشوف بلمسات سحريه من الياس سخيري ومن انيس بن سليمان بكرات ما بين الخطوط كويسه جدا سواء لسيف الجزيري او ليوسف المسكني او حتى لرفيعه، فكنا بنكسر الحته دي. ولكن النقطه اللي كان فيها خلاف نوعا ما شويه ان البطء في الناحيه الهجوميه، اتقدمت مباراه دفاعيه على اعلى مستوى، اتقدمت مباراه قويه جدا دفاعيه، ولكن على مستوى الهجوم اتقدمت مباراه متوسطه. الشوط الاول كان رفيعه وكان يوسف المساكني لما كانوا بيمسكوا الكوره ويحاولوا يعملوا الكاونتر اتاك كان بيبقى فيه بطء نوعا ما شويه، وده اللي قلته بين الشوطين في ستوريز على انستجرام او ديسكربشن تحت اعمل لي فولو. هناك قلت بين الشوطين ان المنتخب التونسي قدم مباراه كبيره جدا على مستوى الدفاع، وقلت كمان ان المنتخب التونسي جه يظبط الدفاع فالهجوم ضرب. الهجوم ضرب ليه؟ لان كان في بطء في الناحيه الهجوميه، وده اللي قلته على الانستجرام ان في بطء في الناحيه الهجوميه من يوسف المسكني ومن رفيعه، فمحتاجين السرعه نوعا ما في الناحيه الهجوميه عشان نقدر نسجل في بدايه الشوط الثاني. وده قد كان خلاص الشوط الاول قدمت مباراه كبيره، قفلت على كل نقاط القوه بتاعت المنتخب النيجيري وحاولت تلعب على نقاط الضعف بتاعته في التحركات الهجوميه او التحولات الهجوميه بتاعت الكاونتر اتاك، وقد كان وقفت بثمارها في الشوط الثاني. الشوط الثاني دخل المنتخب التونسي خلاص في الدقيقة 46 يوسف المسكني بيستلم كورة بيكاونتر اتاك بيجري بسرعته جدا بيقف على الكورة بيلم نفسه تسديدة والكورة بتلف بطريقة غريبة قوي في وهي رايحة للمرمى وبتفكرني كده بذكريات 98 بجون أحمد حسن في بوركينا والكورة بتعمل كده برضه وبتخش في المرمى. والنهاردة نفس المنظر يوسف المسكني بيشوط الكورة بتعمل كده وبتخش في المرمى 1-0 المنتخب التونسي في بداية الشوط، وده إدى أريحية كبيرة قوي للمنتخب التونسي. انت المنتخب التونسي بدل ما كان بيجري ورا النتيجه وعايز يجيب جون عشان يحافظ عليه وعشان يطلع من المباراه وبره الامان، انت قدمت ده فعلا وخليت الادوار تتبدل، خليت المنتخب النيجيري هو اللي بقى متوتر، هو اللي بقى متعصب، هو اللي بقى مستعجل، هو اللي بقى يجري ورا النتيجه مش انت اللي بتجري ورا النتيجه. دي حاجه. الحاجه الثانيه انت فعلا قافل على كل الخطوط بتاعته، مفيش حلول للمنتخب النيجيري. المنتخب النيجيري النهارده من بدايه البطوله كتير قوي بشوفه بيلعب كرات طويله، كرات عاليه، كرات عاليه، ده قليل قوي لما شفت المنتخب النيجيري في البطوله. قدم ثلاث مباريات ضد المنتخب المصري، ضد غينيا بيساو، ضد السودان، لا ما كانش بيلعب كرات طويله، كان كل كراته على الارض وكان بيحاول يضرب الفريق اللي قصاده في المساحه اللي في ظهر المدافعين او في ظهر المدافعين وفي ظهر نص الملعب. ولكن النهارده الفكره دي ما كانتش موجوده، لان المنتخب التونسي ولا كان بيلعب ضغط عالي الهاي بريسر، ولا كان بيلعب لو بلوك اللي هو واقف في نص ملعبي واقف في منطقه الجزاء وبيحاول المنتخب النيجيري يقف يجي ورايا، لا كانش بيعمل كده تمام. المنتخب التونسي النهارده كان بيلعب ميديم بلوك بيحاول يقفل نوعا ما شويه، وميديم بلوك يضغط ولا عالي ولا واطي وبيحاول يضغط على اللعيب حامل الكوره لما بيوصل نص ملعب المنتخب التونسي. ثلاثي نص الميدان عيسى العيدوني الياس خيري انيس بن سليمان قدموا ملحمه في نص الملعب قدام انديدي وقدام اريبو، كانوا بيضغطوا عليهم بكل شراسه وكانوا بيقطعوا الكوره منهم بكل شراسه. وكمان التغييرات الكابتن اللي على الدكه نزول نعيم سليتي بدل حمزه رفيع في وقت معين ووقت مميز جدا عشان يمسك الكوره في نص ملعب المنتخب النيجيري ويهدد مرماهم، والتغييرات اللي بعديها هو بالخزري عشان يخش في فورمه المباريات، وبعد كده ان شاء الله اللعيبه الغايبه ترجع مصابه سواء جلان برون او علي معلول او غلان الشعلالي او اللاعبين كلهم مصابين يرجعوا ان شاء الله بالف سلامه في المباريات القادمه. لكن النهارده المنتخب التونسي قدم مباراه كبيره، قدم مباراه شرسه، مبروك لكل المنتخب التونسي صعب بكل جداره وعن استحقاق، مبروك لكل التوانسه النهارده قدمتوا مباراه كبيره، اتشرفوا منتخب بلدكم وعقبال المنتخب المصري اللي بتمنى يلعب بنفس روح المنتخب التونسي النهارده، وان شاء الله في النهايه يلاقي تونس ومصر في النهائي ويكسب الافضل ساعتها.
بس في الاول وفي الاخر ده كان راي شخصي هو رايي انا في مباراه تونس ونيجيريا. قول لي رايك انت في الكومنتس، قول لي توقعاتك، هل بالاداء اللي شفناه النهارده المنتخب التونسي هيكمل بيه ونشوف مثلا منتخب التونسي بيكسب اللقب في الاخر او على الاقل بيوصل للنهائي، ولا ممكن نلاقي دروب في المستوى ويخرج من الدور الجاي او الدور اللي بعده؟ قول لي توقعاتك في الكومنتس. ولو حلقه بدات تشتغل لايك ولو مش جاي مشترك في النوبه على الجرس عشان الحلقات تجيلك اول باول، حلقات منتخب التونسي تجيلك اول باول. وتابعونا على السوشيال ميديا فيسبوك وتويتر وانستجرام، بتقدم محتوى مختلف هناك، انزل اعمل فولو وانزل على فيسبوك ريتويت على تويتر. كان معاكم مصطفى، اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.